محمد خطر المحامي ذي عظم وعقودة زان القبول تنظم ولو صناعة والمقام الأعظم يوم القلوب يوم الميعاد قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله وجماله تنال الكرم العريض نواله وحوى المفاخر حسنه مفاخر فخره والمتقدم والله ما زرع الإله ولا برى ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد يا من أرى عليه صلى الله ما قلم جرى جلى ليازل نوره المتبسم فبحقه صلوا عليه وسلموا طلعت على الآفاق شمس وجوده الخير في أغواره ونجوده والخلق ترعاني فرعبة جوده كرما وجار جنابه لا يهضم صور المثاني من حروف ثنائه حامد الأسماء من أسمائه والرسل تحتوي والرسل تحشر تحتوي للوائي يوم الميعاد يستجير المجرم والكون ممتعش بها بحقه صلوا عليه وسلموا البدر محتقر بطلعة بدره والنجم يقصر عن مراتب قدره ما أسعد المتلذذين يوم تعرض للعسات جهنم فبحقه صلوا عليه وسلم ليست أخطار النبوة في حرابة أتى خديجة باهتا متحيرا متحيرا وحكت خديجة لابنها فلا ما جرى من شأن أحمد غدا تزدهر قالت له قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدئ قالت له أجاب لست بقارئ من مولدي فزنى عليه اقرأ وربك أكرم قال ابن بلد
يذر عن نبي ينشا بمكة والمقام ليهرب. يقوم بين مصدق ومكذب يقوم بين مصدق ومكذب وستكثر القتلى وينسفك الدم هذه علامة وهذا نعته ونغت في الكتب القديمة وقت ولو أنني أدركت لأطعت خدمت مع من يطيع يوم يخدم قالت له فمتى يكون نوره وبأي شيء تستقيم أموره قال الملائكة الكرام البيض ترجف والقناة تحطم على تمام الأربعين ستنجلي شمس النبوة للنبي المرسلين وكارم الأخلاق والشرف العلي فسناه ينشد في البلاد فبحقه صلوا عليه وسلموا ومن العلامة اليوم يبعث مرسلا لم يبق من حجر ولا نذر ولا نذر ولا شجر ولا وحش فلا إلا يصلي منصحا ويسلم عليه صلى الله كل عشية ضحى حياه بكل تحية تدعى لخير الخلق خير عادية وتعزهم وتجلهم وتكرمهم فمسى الضلال بنور حق بين دعى العباد إلى السمين الأحسن فبها سبقت نبوته ولربما صدم الطغاة وينثني القوم صرعى والمقام تقسم سبقت نبوته وادم طينة برجود سر وجود معجونة يا المناصب والأصول مصونة وقريش أرحام لديه وجرم قبائل الأنصار جند جهاده نصر جلاده وجلاده
الرجاء في الله فوق مراده وقد وراه ويراد عنهم فبحقه صلوا عليه وسلموا. الخيال من النيابة سرى إلى الحجاز فيا فمضجع سحرا سرى على بعد دارينا ينم به راح النسيم أهوى من هدى عطرا كما كم جاز من سهل ومن جبل ومن وهول إلى أم القرى وقرى ودي من زائر ما زارني أبدا ولكن ما نسار الدولة لكرى لكرى وحاضر النصب عيني فما غاب عن عيني ولا حضر ليس العراق حر النسيم بها تدري شكواي ليت النسيم جراي ما صبر صب الله في كل جارحة جرحنا عاد عليه صبره صبرا فطالما هاجت الشكوى له سجنا ذكرته زمانا فذكر طفلين من خلفي كأنهما زغر وطاء إذ عدمنا الماء والشجرة غرقت رحانة قلبي وما رضيت نفس الفراق ولا اخترت النوى ولم يكن حبيبين افتقدتهما في قربتي بل فقدت السمع والبصر وما وديعت من يرعى ودائعهم وهو دار القرب لي سيرى بذمة الله محفوظان يسأله وفهم المكره المكره والضرر يا قطعة من فؤادي يا قطعة من فؤادي إن عتبت فما شفاك والدك الله ولا هجر عزمي من الوجد أني ما ذكرتهم لا تكبكب ماء العين والحجر ظهرت عنهم غداة البين من برع وفي الحشالة ابن نراني مستعيرة
سبت وشوق يطويني ينشرني موصولا بهجير بيني وسراء حتى انتهيت الى الميقات لزمر من وفد مكة وبالها زمرة ثم اغتسلنا واحرمنا وسار بنا حاجم طي يخوض الهود ولنزل رافعا صوتي بتلبيتي ومع الملبين ممن حج واعتمر حتى انا اخذت مطايا نادي كرمي بكل وفد لديه زلفة وقرى بكل وفد لديه زلفة وقرى ريم رغبة رب الحجر والحجر الميمون لما وصلنا الحجر والحجر قبل القدوم صلينا لندرك نار نار وجئنا بركن السعي شكرا ثم اطمأن بنا التعريف بعد إذن في موقف جمع السادات والكبر وبالنفوض نعدنا حين تم لهم رمي الجمال وهاجم النفر في المفيضين عدنا حين تم لهم رمي الجمال وهاج النفر من نفر أشوف راحوا يزورون ابن آمنة وعدت في الفرقة الجافين منتظرة أصال طائف ربي أن تبلغني قبرا بطيبة قبرا يقري بعين من زان هنا وراء قبرا بطيبة اسمه نور صعودا ويخسر النير عين